الإدارة تدرس كلها تحاول توازن بين المرحلة الابتدائية والمحافظة والمرحلة الثانوية، توجد حقيقة التوقيت المناسب لكل مرحلة حتى ما نضغط على الأسرة ولا نضغط على الطلاب ولا نضغط على المعد، يعني فيها شيء، لكن أعدك إن شاء الله نبحث إمكانية ذلك. شكرا. طيب ايش رايك تسوي مناشدة هذه عن طريق الصحيفة؟ تسوي مناشدة هذه عن طريق الصحيفة، يعني ممكن نسجلك معانا اذا حبيت. ها؟ انت الان تبغى سويت مناشدة لمعالي الوزير، معالي النائب. طيب ايش رايك انا اسجلك عندي في مقطع فيديو ونشارك في الصحيفة ان شاء الله؟ ايش رايك؟ سجلته مع الوزير، فعيد مرة ثانية بدمج المقطع مع، فعرفني باسمك أول شيء. اسم الكريم فيصل عبد الله. أي صف يا فيصل؟ خامس. أنت اليوم كان عندك مناشدة لمعالي نائب الوزير، ممكن تكلمنا عنها الله يسلمك؟ أنا ما قدمت والله، ما قدمت. أنت ذكرت أنت كان عندك طلب لمعالي النائب. وش الطلب هذا؟ ايش كان مضمونه؟ يقدم وقت الدراسة عشان يبقى في وقت. تقدم وقت الدراسة من الساعة 3 العصر؟ لا، يقدم مثلا 12 3. طيب ايش السبب؟ ايش المبررات؟ عشان يبقى وقت كثير يوم مثلا الوجبة تكون واحدة تدعس الظرف. يعني يبقى وقت طويل. وقت طويل يعني تبقى زي عشان الاختبارات تذاكر فيها. إذن أنت بس باقي شوية على الفصل، يعني ما باقي شيء كثير، يعني ما ظل نص الفصل تقريبا، يعني يمكن يغيرون نص الفصل. طيب إذا نحن نقول مناشد الطالب لمسؤولي الوزارة تقديم اليوم الدراسي الساعة 12. في طلب ثاني؟ لا بس يلا موفق إن شاء الله، يعطيك العافية.